1909 مات لينيير. ايه انا يو ني 39 بوران عندنا فيهم 16 مين. وهنا كما تشوفوا سي لا دانيير فاز. هذا اليوم يوم سعيد ويوم كبير في من أيام قسنطينة، والمتمثل في وضع حيز الخدمة نفق جبل الوحش. هذا المشروع الذي كلكم تعرفوا باللي كان فيه انهيار في سنة 2014، وكان فيه تحدي بالنسبة للشركات الجزائرية، لأنه تعرفوا باللي الشركة الأجنبية اللي أنجزت هذا النفق سابقا عندما وقع الحادث كان يقول بلي مستحيل الدولة الجزائرية تعاود تأهل وترمم هذا النفق. اليوم بفضل الأيادي الجزائرية وشركة كوسيدار وبمواد بناء جزائرية قدرنا اليوم نعاودوا نرموا ونأهلوا هذا النفق. هذا النفق اللي رايح يحل مشكلة كبيرة فيما يخص تنقل المواطنين من الشرق الجزائري إلى الوسط والعكس،